As against Amber Heard, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $10 million. As against Amber Heard, we, the jury, award punitive damages in the amount of $5 million. قضية مشاهير وتشهير وملايين الدولارات وفوق كل ذلك تعنيف رجل، كلها أسباب جعلت من قضية جوني ديب ضد طليقته أمبر هيرد الأشهر في العالم، وجعلت صدور الحكم بها الأكثر تداولاً عبر السوشيال ميديا، وخاصة رد فعل أمبر هيرد الذي كان ينتظره ملايين لما كسبته من عداوة في الرأي العام. أما جوني ديب الذي كسب الرأي العام فلم يكن حاضراً، دعونا نتابع. جوني ديب توجه إلى لندن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك بعد انتهاء جلسات الاستماع يوم الجمعة، وشارك في حفلات موسيقية عدة للمغني البريطاني جيف بيك. وتغيب نجم Pirates of the Caribbean عن الحكم بسبب التزامات مهنية قام بالتعهد بها قبل هذه المحاكمة. أما من حاز على المرتبة الثانية في الشهرة وفي كسب حب الجمهور في هذه القضية فما كان إلا طاقم عمل جوني ديب القانونية، وتحديداً محاميه الرئيسي بين تشو ومحاميته كاميلا فاسكيز، التي اشتهرت خلال المحاكمة بقوة شخصيتها وبأسهلتها القوية وبالتضييق على الشهود لما هو في صالح موكلها. حاز هذان المحاميان على قدر من الشعبية ظهرت بوضوح عند خروجهم من المحكمة. لنتابع. Grateful, so grateful to the jury for their careful deliberation, to the judge and the court staff who have devoted an enormous amount of time and resources towards this case. And we were honored, truly honored, to assist Mr. Depp in ensuring that his case was fairly considered throughout the trial. لكن جوني ديب لم يخرج بنصر كامل، فكما حكمت المحكمة على أمبر هيرد أن تدفع 15 مليون دولار لديب تعويضا عن التشهير به، أيضا حكمت على جوني ديب بغرامة مليوني دولار تعويضا عن تشهيره بزوجته السابقة. في كل الأحوال الأمر لم ينتهي كليا، إذ أعلنت أمبر هيرد أنها ستتقدم بطلب استئناف لتقليل مبلغ التعويض. As against John C. Depp II, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $2 million. As against John C. Depp II, we, the jury, award punitive damages in the amount of $0. قبل أن نقرأ لكم تعليقات رواد السوشيال ميديا على الحكم، سنقرأ جزء من تدوينة طويلة كتبها جوني ديب بعد دقائق من إعلان الحكم على حسابه على إنستغرام. قال فيها: منذ 6 سنوات تغيرت حياتي وحياة طفلي بسبب ادعاءات كاذبة، واليوم بعد 6 سنوات المحلفون أعادوا لي الحياة. أما أمبر هيرد فاختارت تويتر للتعليق على الحكم بحزنها وبخيبة أملها، وكتبت ضمن تغريدة طويلة: الإحباط الذي أعيشه اليوم لا يوصف، جبل الأدلة لم يكفي للصمود في وجه نفوذ زوجي السابق، أشعر بخيبة أمل لما يعنيه هذا الحكم بالنسبة للنساء الأخريات، إنه نكسة. بعيداً عن حسابات النجمين، حسابات رواد السوشيال ميديا أيضاً ضجت بالتعليقات على الحكم،
سنقرأ قليلا من بضعة آلاف ونبدأ من يوسف الذي قال: يا شماتة جوني في شركات الإنتاج والدعاية والإعلان اللي بطلوا يشتغلوا معها. أما فيصل فقال: الآن شو نتابع؟ أدمنت، نبي قضية ثانية. علي علق ساخرا وقال: ما معها 15 مليون؟ أنصحك تعملي مسلسل عن المحاكمة وتشاركي فيه عشان تقدري تدفعي. أخيرا جمال كان له تغريدة وقال فيها: والله أنا شايف أكبر فائز في القضية محامية جوني ديب. محاميين التعويضات بأمريكا بياخدوا عمولة، غير أنها صارت أشهر محامية ب 2022.